مكون من 4 أغاني، اسم الألبوم حاسة بيأس. الأغاني اللي موجودة فيه حاسة بيأس، حافظ صم، ربنا يديم اللي بينا وبجيب في سيرتك، حاسة بيأس كلمات محب غبور وألحان أحمد العتباني وتوزيع أسامة سامي، ربنا يديم اللي بينا ألحان نادر نور وكلمات مؤمن سالم وتوزيع ياسر ماجد، بجيب في سيرتك ألحان تامر عاشور وكلمات نادر عبد الله وتوزيع كريم أسامة، وحافظ صم كلمات محمد مسعد ومحمد أشرف وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هاني ربيع، من إنتاج ريتشارد الحاج وموسيقى نتورك. كلامه في بعضه كان مقنع ومترتب، ده حافظ صم بيقول إيه؟ أسلوبك وطريقتك تجرح، من يوم عرفتك مش بفرح، مبقاش في حياتي أنا ليك مطرح، هبعد وارتاح. اخلص حكاوي الناس وحكايت انا لسه، افضل اقول عشقاك والكلمة مش خالصة، وهي دنيا واخدانا بتغير هوانا، بتأخر لقانا، هي صعبة علي امانة، هي جرالنا اللي اسها بكده. هي بس في مثلا حاسه بيأس كانت تعتبر اجدد اغنيه في الالبوم، حافظ صم وبجيب في سيرتك كانت من الاغاني اللي معموله بقى لها حوالي اكتر من سنه، هي وربنا يديم اللي بينا او يمكن بقى لها سنتين كمان. طبعا الفكره بتاعت الميني البوم كانت فكره المنتج ريتشارد الحاج، والحقيقة فكرة كانت حلوة جدا وعجبتني بصراحة، لأنه الناس ما بقاش عندها يمكن قابلية أو وقت إن هم يسمعوا ألبوم 20 أغنية، وكمان الأغاني اللي موجودة في الألبوم أغاني تقيلة قوي كلها، فمحتاجة سمع كويس. فدي من الحاجات اللي بسطتني، والناس يمكن في الأول كانت رفض حتة ميني ألبوم، بس بعد كده لقوا انه لا بالعكس، يعني واحده مثلا صاحبتي كانت تقول لي انا بالعكس لما نزل انا سمعتهم كلهم ورا بعض، حسيت ان انا مبسوطه جدا، هو ايه ده كويس ان هم 4 بس، دي حاجه حلوه الحمد لله. لان الاغنيه اسمها كده كمان، احنا لقينا بعد تشاورات كتيره طبعا مع ريتشارد ومع اسلام بيبو ومع الفريق بتاع موسيقى نتورك، لقينا انه انسب اسم بصراحه للالبوم هو انه يتقال شيماء الشايب حسب يأس، يعني هيشد الناس جدا اكتر، لان مهم قوي ان الفنان يدور على الحاجه اللي تشد الناس مش انه يبقى اسمه وخلاص. اغنيه اولا من الاغاني اللي يمكن قريبه لقلبي جدا جدا في الالبوم، بحبها قوي مع انها كانت اخر واحده، سبحان الله يعني ان هي اخترناها في الاخر هي اللي تبقى الاساس يعني بتاع الالبوم. كلامها طبعا كله مميز قوي، كلام جديد، فالحمد لله يعني، وعملت صدى حلو قوي مع الناس. انا خايفه معاك على نفسي، مش هنكر انا حاسه بيأس، مش لاقيه كلام ما تقلش، انا قلت كتير بالعكس، افعالك زي ما هي جواك مش صافيه النيه، وبموت من شكك فيا وبحس معاك بالنقص. لا المره دي برضو فكره ريتشارد بصراحه، لقينا انه الناس بتحب اكتر الاغاني المصوره، بتتشد ليها اكتر من ان هي تبقى بس مجرد صوره وليركس فيديو، زائد انها حاجه يعني بحسيت يعني انها ادمت شويه، فتصوروا بشكل لطيف انه يتاخد رياكشنز ليا، وفي الكلام برضو موجود حتت اغنيها وحتت لا، فدي كانت فكره جديده جدا وعجبتني بصراحه جدا، واتعملت بشكل في منتهى الجمال. طبعا هم اخراج متى رشدي، بس اغنيه حافظ صم هي الاغنيه الوحيده اللي في الالبوم طبعا اتصورت تصوير بقى كليب كبير، يعني بيقولوا ان انا بعرف امثل، اتبسطت الحمد لله قوي بيها وحسيتها جدا الحقيقه في التمثيل، واتمنى يا رب تكون عجبت الناس، بس ردود افعال الحقيقه حلوه الحمد لله عليها. كلامه في بعضه كان مقنع ومترتب، ده حافظ صم بيقول ايه؟ باين سهله كان ليله وده بيحسب، عشان ممسكش غلطه عليه لكن على ايه؟ مفيش في الفرقه اي كلام ولو معنى، لا لوم ولا ليه ولا اشمعنى، ولا اي التماس للرجوع، وايا كانت الاسباب مهيش فارقه، محدش مات من الفرقه ولا مستنى اي دموع. لان حافظ صم أغنية فيها فكرة، فيها حدوتة، لما بيتعمل كليب لازم يكون فيه حاجة جديدة، فده اللي خلانا نتجه ان احنا نصور حافظ صم،
حاسة بيأس، كلامها جميل وجديد قوي على الودن، بس برضو موضوعها اللي هو يعني قصة الحب اللي ما بتنفعش عشان يعني العلاقة نفس يعني مش متكافئة. لكن حافظ صمي كان هي موضوع، هو في موضوع ان هو عمل كذا وهو حافظ صمي بيقول ايه وسابها بطريقة صعبة شوية، يعني كان في بس ايه ان يعني شفنا ان لا دي اكتر حاجة ينفع تتعمل لها قصة. بص هو انا يعني تعبت بصراحة جدا فيهم، لانه احنا صورنا الاربعة في يوم واحد، وكان يعتبر يعني كل اغنية حتى الليركس فيديو كان لا تصوير. اكتر حاجة بس كانت تعباني قوي موضوع الشتاء، لان احنا كان الجو كان برد قوي وقتها، وكنت طبعا لبسي خفيف، وفضلنا كده احنا صورنا في حوالي 24 ساعة تصوير، يعني من الصبح من الساعة 8 الصبح لغاية اكتر احنا مروحين الفجر تقريبا 5 الفجر او 6 الصبح لما نمت يعني. فبس انا وقت التصوير الحقيقة من حبي في الشغل فببقى مش حاسة بتعب او تعبانة، بس مبسوطة يعني، ببقى الحمد لله صامده لغايه الاخر. فلا كنت مبسوطه قوي بالتصوير وبالجو، كله كان حلو جدا، والفريق كله فريق العمل كله بجد ناس محترمه وجميله، فده كان بيشجعك اكتر على الشغل غير ان انت بتبقى حابب اللي انت بتعمله. فالحمد لله هو كان تعب جدا، وطبعا روحت عيانه وبهدلت جدا، بس الحمد لله النتيجه طلعت جميله. لان اختيار النزول الالبوم كان في وقت في الشتاء، فاحنا كنا عايزين كمان ينزل قبل كده كمان، يمكن كان هينزل فوت في شهر واحد، بس يعني على حسب الترتيبات اللي كانت بتحصل، وان احنا عايزين نصور الحاجه مظبوط جدا، وده مهم قوي ان الحكايه اصل مش ان احنا حتى لو الاغاني جاهزه بس احنا مش هننزل حاجه وخلاص، فحته انه نازل في الشتاء كان لازم يبقى غالب عليه اللون الدرامي اكتر. يعني مثلا الالبوم اللي فات كان نازل في الصيف، فكان دنيتي جنه، وكان فيه 3 اغاني لطيفه رومانسيه، واغنيه واحده بس هي اللي هي سد خانه اللي كانت دراما. اولا اغنيه جميله جدا الاغاني المحببه برضو لقلبي، اللي هي اغنيه رومانسيه جميله وكلامها حلو، والكلمه نفسها جميله بتاعت ربنا يديم اللي بينا، كل الناس بتستخدم الكلمه دي، فقلنا لا مش هينفع بقى يبقى كله نكت كده، نفرح الناس باي حاجه نكسر الضلمه دي شويه. تخلص حكاوي الناس وحكايتي انا لسه، هفضل اقول عشقاك والكلمه مش خالصه، ولا لاقي كلمه اجمل من اللي اتقال بعنا، روح يا حبيبي ربنا يديم اللي بينا، على قلبك حبه حنيه الله يا محلاها، من اول ما دخلت حياتي وانا مش حاسباها، لا في قلبي خوف ولا بكره جايب الا خير، روح يا حبيبي ربنا يديم اللي بينا. الله على احساسك من يشبهك تاني، بتبقى ايدي في ايدك وتقولي وحشاني، ولا لاقي غير الفرحه من يوم ما اتقابلنا، روح يا حبيبي ربنا يديم اللي بينا. لا مش بسلم نفسي طبعا لاي حد بصراحه، بقلق جدا من حته الشكل، وببقى عايز اعرف لو مثلا الماكير ده اتعامل مع حد قبل كده اشوف شغله ده عامل ازاي، واشوف كمان لو اتعاملت معاه قبل كده ردود افعال الناس ايه، لان مش شرط اللي عاجبني، ممكن بس برضه انا ببقى عارفه ايه الحاجه الحلوه وايه الحاجه الوحشه. كمان اللبس كمان لازم نفس الكلام، يعني بختار ستايل معين، في ستاندردز معينه بمشي عليها، ما فيش عندي حاجه ممكن البس لبس قصير او في حاجه ملفته قوي، لا ما بحبش كده، يبقى لبس شيك وكل حاجه وانيق ولايق عليا. ده برضو بيبقى من اراء ناس برضو حواليا المقربين، اللي انا ببقى واثقه ان هم مش ممكن هيجاملوني. وريتشارد برضو بيبقى ليه على فكره يعني راي مهم برضو معايا، وطبعا بابا وماما واخواتي من الناس المهمه اللي باخد رايهم يعني. ردود افعال حلوه، اولا الناس اتبسطت الحمد لله ان انا راجعه تاني وعامله حاجه جديده، وكانوا متلهفين لده الحمد لله. طبعا في ناس بقى ليه حاسه بيأس وليه كده، وان شاء الله حاسه بامل وبتفاؤل، بس بعد ما الاغنيه نزلت فعرفوا بقى اللي احنا قصدينه. لا شيء يبسطني طبعا، لانه تامر عاشور مطرب انا بحبه جدا، وبحب اغانيه وبحب الحانه، وحتى حاجته الدراميه حلوه، يعني اغانيه كلها فعلا جميله. فبالعكس، وبعدين ما حسيتش ان ده كان نوع من تريقه وحشه، يعني بالعكس الناس بتميل دلوقتي للدراما اكتر، يا فرحه قوي قوي يا دراما قوي، فالحمد لله. وبرده حتى الاغنيه اللي انا عاملاها معاه
عاملة فيوز حلوة جدا على اليوتيوب وكل مدى عملها تعلى وعجبة الناس الحمد لله. لسا كنت باجي في سيرتك، كنت بسألي خسرتك، وانت جئت لما افتكرتك فينك من زمان. يا حبيبي كلام في سرك، لسا عايزك لسا فاكرك، واللي راح كان تحت أمرك واللي جاي كمان. وهي دنيا واخدانا بتغير هوانا، بتأخر لقانا، يصعب علي أمانا يجرالنا اللي كان. وهي دنيا واخدانا بتغير هوانا، بتأخر ألبوم إن شاء الله في الصيف هينزل سينجل وهتتصور فيديو كليب، وبعد كده أغنيتي فرق كتير للموسيقار خالد البكري وكلمات الشاعر نادر عزت، وبرضه هتتصور فيديو كليب إن شاء الله، وبعد كده في الكريسماس هينزل برضه ميني ألبوم تاني. أقول ربنا يديم اللي بينا، أول حاجة طبعا لجمهوري للفانز وللناس الجميلة اللي دايما بتدعمني بتعليقاتها الجميلة، للمنتج الجميل ريتشارد الحاج هو وشركته كلها وكل التيم الجميل اللي بيشتغل الحقيقة معانا، بجد ربنا يديم اللي بينا لأنه حقيقي كلكم ناس جميلة جدا وأنا مبسوطة جدا بالتعاون معاكم. بقى الحمد لله حاليا أنا كشيماء يعني مش حاسة بيأس، الحمد لله أنا مبسوطة جدا بنجاح الألبوم، بس في الأغنية لا هي حاسة بيأس، عشان تسمعوا بقى الأغنية هتعرفوا إيه اللي حاسة بيأس. أكتر واحد بجي في سيرته حاليا الألبوم طبعا هجي في سيرته دايما واتكلم دايما عليه مع كل الناس، ومبسوطه بتعليقات الناس قوي عليه. اقول للناس اللي هي بتبقى ممثله اللي بتضحك على الناس التانية بيصدقوهم جدا وبيبقوا حافظين صم قوي هم عايزين يقولوا لهم ايه ويضحكوا عليهم ازاي، يعني بصراحه ريتشارد من المنتجين المحترمين قوي اللي انا بجد فرحانه جدا بالتعاون معاه بجد، مش عشان انا هنا في شركته ولا عشان انا بعمل انترفيو معاكم، بس حقيقي فعلا انا مبسوطه جدا جدا بمعرفته لانه منتج فنان، منتج محترم بيرعى المواهب كويس قوي، بيدعمني جدا جدا. مهم قوي ان الفنان يحس بالدعم من المنتج، يعني يمكن انا تعاونت قبل كده مع منتجين بس مع الاسف ما حسيتش بالدعم ده اللي هو الدعم الفني، فلا ده حاساه جدا معاه بيعمل حاجه فعلا من قلبه، يمكن ممكن اغنيه مثلا لو توزيعها مش حلو او مش كويس يعملها توزيع تاني وتالت مش مشكله، المهم الحاجه تطلع مظبوطه قوي. بيبقى حريص جدا انه يطلعني بصوره كويسه، صوره محترمه، عمره ما بس للماده او للمساله التجاريه، لا بالعكس بيركز قوي في الفن، فمهم قوي انه المنتج يكون فنان. فانا بصراحه بوجه له تحيه واقول له بجد ان انا فخوره بالتعاون معاك، ويا رب دايما كده مع بعض في نجاح على طول. فنان ذكي جدا، انا بحبه بصراحه، فنان ذكي قوي، ليه جمهوره، ليه الناس اللي بتحبه، بحبه له قوي اغنيه مافيا بحبها جدا وربنا يوفقه. عجبني البوم شيرين، كان حلو، كان فيه كذا اغنيه حلوه. البوم امال ماهر برضه كان جميل، كان فيه كام اغنيه حلوه. طبعا البوم الهضبه عمرو دياب، بس هو نزل في 2018 يعتبر، بس يعني في نفس السنه، هايل، كله كان رائع وجميل جدا جدا جدا. ليك نفس تضحك وتسلم، ليك نفس عادي بتتعامل، والله ده عيب، ده انا عشت جنبك بتألم وبقول مفيش انسان كامل بس انت غريب. ليك نفس تضحك وتسلم، ليك نفس عادي بتتعامل، والله ده عيب، ده انا عشت جنبك بتألم وبقول مفيش انسان كامل بس انت غريب. انت مغرور، انت معدوم الشعور، انت زي الزينة ديكور، واللي عشرك معذور. مغرور، ايوه مغرور، ايوه معدوم الشعور، ايوه زي الزينة ديكور، واللي عشرك معذور مغرور. بقول لكم ربنا يخليكم ليا،
بجد دايما بفرح جدا بكلامكم بدعمكم بتعليقاتكم الجميله اللي بجد بتفرحني، لان انا عارفه انها من القلب. فيا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله كل حاجه جديده اعملها تعجبكم كده، وتبقوا دايما فخورين بيا وفرحانين بيا ان شاء الله.